خلونا ننتقل، ايش رايكم للخبر؟ قولي. طبعا انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفله صغيره في احد العربيات امام احد محلات القهوه، طبعا في منظر اقل ما يقال عنه انه اهمال وقله مسؤوليه، ولولا تدخل احد زائري المجمع لكانت البنت في حال اخر. خلونا نتابع الفيديو. هذا الفيديو اللي ظاهر على الشاشه. اي يعني أوكي. شوفي الان زي ما كنت احكي لكم بنات قبل شوي، العربيه تزحلق، يعني مو عربيه اطفال، عربيه ترولي سوبر ماركت. سوبر ماركت يعني الظاهر انها كانت تقضي، ف يعني الكوفي قريب منه، فشوفي كيف هي عربتي. يا الله يا الله يا الله يا الله، كثر الله خير. يعني الحمد لله انه من جد كيف ربنا لطيف، انه البني ادم ده كان موجود عشان يقدر يمسك الطفله دي. صحيح للاسف، يعني شيء جدا مخيف. سبحان الله، هي ثواني ولحظات. أيه ثواني. فسبحان الله كيف انه يعني اكيد الام ما كانت تقصد، بس انا ارجع اقول زي ما ذكرتي قبل شويه رنده، هو يعتبر اهمال. انا ما اخلي العربيه برا وادخل. صحيح. يعني طب لو حد جا خطفها بلاش، هذا اللي انا ابغى اقوله. غزل، انت كيف تامنين انه انت، قولي انه مثلا دخلتي محل كافي، كم يبغى له وقت؟ 5 دقائق اقل شيء. طيب أطلقت. بوقت الخمس دقائق دي، طب ما في طفل برا وكمان حاطته بعربيه، يعني ما نبغى نكسى على الام كثير، يمكن تكون نيتها صافيه، بس انه يعني هي الحاجه اللي انت سويتيها في عواقب لهذه الامور، عرفتي؟ لا تحمد عقباها. ليه؟ لانه من جد ممكن هذه الخمسه دقائق ما تعرفي ايش ممكن يصير. صحيح. انا بتحصل معايا مثلا انه بيكون مثلا ابوها وهي معاه في السياره بيدخل يبغى يجيب بس حاجه ويرجع، اوقف انا على الباب. لا يعني خطر، سبحان الله ما تدري، والسيارة شغالة وكل شيء، ممكن أحد يشغل السيارة ويمشي. فهذه الأمور لازم أنه إحنا نفكر فيها، يعني حتى لو ما نقول يعني إن شاء الله ما هيحصل حاجة، بس لازم برضو الواحد يعمل حساب أنه سبحان الله مو كل الناس زيك أو مو كل الناس زيك بتفكر تنخطف. بس أنت متخيلة ممكن تنخطف؟ ما هي عشان كذا. بعدين أنت تعرف الفيديو هذا عن إيش؟ يعني من كاميرا السيارة، من كاميرا سيارة الشخص اللي راح أنقذها. يعني يقولي كويس إنه في عنده كاميرا، على الأقل إنه في شيء إنه ينبه الأمهات. صح.